سنلتقي في السنة القادمة، يأتي العام الماضي ونلتقي في برهة كونية ثانية، سيأتي العام الماضي ونلتقي ونرتقي تضاريس الحروف وننثر الألوان بالألوف لأننا سنتبع الشموس في ترحالها على قوس قزح، ننسج من ظلالها ليلا على مقاسنا لينتشي نعاسنا من فائض الفرح. سنلتقي، لابد وأن نلتقي. كشاعرة وكروائية وكفنانة تشكيلية وأنت هالمجالات، كيف تعرفين الحب دكتورة؟ وأنت دائما يعني تبعثين رسائل إلى رجل ما. الرسائل لا أبعثها، لا أمل، لا أفقد الأمل. رسائل لم ترسل، بس تحطينها بالأدراج وتسكرين عليها. أنا اليوم شوي يعني حاولت أني أطير إلى الكون منها شوي. لأن رسائل المحبة المفروض أن ترسل إلى الكون. الكون يعطينا الكثير. عندما ننهض صباحا ونرى زهرة متفتحة تقابلنا هكذا بلونها الأصفر أو بلونها الأحمر وتغمرنا ونمر أمامها وكأننا لا نراها، يعني هذا هذه رسالة محبة يعطينا إياها الكون. عندما نأتي صباحا وتأتينا نسمة هكذا تداعبنا، يعني هذه أيضا رسالة محبة. يعني الكثير من الإشارات دون التفات أحيانا، وهي أشياء. أنا المحبة أراها في كل شيء. المحبة أراها في الإتقان، في إتقان العمل. يعني عندما أرى الصنعي وهو يشتغل على قطعة صغيرة ويحفر ويقوم بأشياء. أنا متفقة معك، لندع على الكون بكل هذه التفاصيل الصغيرة الجميلة، لكن بالآخر الكون بسيط. لكن أنا أقصد الحب، الرجل، المرأة والرجل. وعلى حد تعبير إحدى الشاعرات، ماذا يعني الصباح دون رجل وامرأة معا؟ متفاهمين الحب. نعم، متفاهمين. إذا الحب تفاهم. طبعا الحب تفاهم، الحب تواصل، والحب نوع، الحب هو مشاركة حميمية. بمعنى العادية أن أشترك معك في شيء، ولكن ذلك الاشتراك في نفس الشيء، أن يكون مشاركة تخاطرية إن أردت. جميلة هالكلمة. يعني أن نعرف، نستبق رغبات الآخر. تعريف طوباوي هذا للحب. لا، ليس طوباويا. يعني وجدتي هالحالات بالحياة؟ لا، يمكن أن نربي أشخاصا على نربي؟ عندك أمل في أشخاص تربين تعملين هالشكل التخاطري معه؟ حتى يعني يمكن أن نبثها كوصفات للآخرين، فشل النحن فربما ينجح الآخر. لا، ليش لا؟ والله أنا يعني أتمنى النجاح. شكرا لحضورك معنا دكتورة بهالبرنامج، ويعني حصرتينا بالشعر وبالتشكيل وبهالشغف حقيقة وبهالطموح وبهالرغبة. يعني ندعو للمعهد، أيضا المعهد العالي للترجمة، أن ينجز الكثير، لأننا فعلا يعني الترجمة مهمة جدا. أنا أهنئك على ذكائك في تسيير الحصص. يعني فعلا الإنسان لا يستطيع أن يكون ذكيا مع الأغبياء، والذكاء يشع من هذا الوجه الصبوح. شكراً لك. شكراً لدي تلفزيون دبي في كل مكان. نلتقي في الأسبوع القادم، نلتقي مع بروين حبيب.